صباح الخير وبعض البشر ما تحتاج تنطقها. ربي كتب في ملامحها صباح الخير. أسعد الله صباحكم كل خير مشاهدين الكرام. أنا عادل بن هيفا ألتقيكم في فقرة زوم في جنت 72. بداية نرحب فيكم جميعا لمن انضم إلينا حديثا عبر البث المباشر باليوتيوب، ولمن يتابعنا عبر الشاشة الأغلى والأندر، شاشة قناة الواقع، الشاشة الغالية والنادرة بجمهورها ومحبينها ومتسابقينها وإدارتها ومقدمينها ومعدينها ونقادها كذلك. خلونا نرحب بداية في الناقد الجميل جدا محمد بن منصور. مرحبا والله ومسهلا بن منصور. يا ابو هيف، وسعيد جدا بإدارتك الحوار اليوم، حزين جدا على يعني، واطلب من الجمهور الدعاء لاخوي سالم، حمى ان شاء الله ما له شر، بس هو يتدلع طبعا، قفل جوالاته وسوى كل شيء يعني، سوى هيلمه، ما تشوف شر يا سالم. اولا اصبح على الجميع، وصبح على الفتى المدلل، وصبح على المدلل، وصبح على من الشهداء، على الشهداء، سلطان الواهبي وسلطان السعد، الله يعوضكم خير. وطالب وكرر وكرر وكرر، لن أنسى، وطالب باستبعاد جبر المدارية. ومن بعدك؟ والله كثير، كلنا طلبت باستبعاد الجميع. سلطان سعد طلع سعد، بس باقي أنا طالب سلطان سعد ولا خلاص طلع؟ لا سلطان سعد طلع، مع الوقت ممكن نشوف. أتذكر الله يعين. طيب، أول شيء حنا نعتذر، نحنا بدأنا تقريبا متأخرين يمكن 10 دقائق، لكن جلسة الشباب كانت جميلة جدا، ما حبينا حنا نقطعها في البداية.